وإنك أنت يلي خنتي وفرقتي عائلتنا. أنا كل شي عملته لأحمي سمعة هالعيلة هي. هي كان بدها تطلب الطلاق من ابني. ليش؟ ليش كانت بدها تطلبه؟ خبري الكل. لأنه كان بابا مدمن كحول، كان يقعد يسكر ويضربها لأمي، وأوقات كان يضربنا أنا وأختي سونو كمان. أمي ما عاد قدرت تتحمل، فقررت إنه ما بقى بدها تعيش مع أبي بنفس البيت، لهيك هي راحت. فقلي لي وين غلطت؟ وأنت كيف عرفت؟ أنا قريت كل هذا الشيء بالملف تبعك بدون ما تعرفي. وقتها أنا ما فهمت، بس هلأ لحتى فهمت ليش عملتي هيك. كنتي مظلومة يا أمي، وأنا كنت فهمانك غلط وكرهتك كثير. أنا آسف. لا يا حبيبي، كمان هذا كان غلطي. أنا كنت موجود معك بالبيت، تركتك وحيدة، بترجاكي إنه تسامحيني على هالشي. ستي أنتي كيف قدرتي تبعدين عن أمي هيك كل هي السنين؟ الشكر كله لإيشكي، لأنه خبرتني الحقيقة عن أمي، ولولاها أنا ما كنت شفت أمي وفهمت كل شي صار. أنا آسف يا أمي، لأنك دخلتي السجن بسببي. هالشي مو صحيح. إيشكي لحقت سافيتري قبل ما توصل على المخفر، وحكت للشرطة كل الحقيقة، وحتى أنه دفعت الكفالة عنها. شكراً إليك. كل هاد صار بسببك أنتي. من أول يوم دخلتي فيه على حياتنا خربتي سعادتنا وسلامنا، كله بسببك انتي، بسببك انتي، انتي كله بسببك انتي، بسببك. اياكي ترفعي ايدك على ايشكي، هاي بتكون مرتي، وصدقيني بسببها ما تسلمتي للشرطة، وإلا ولا عقاب بكفي ليلي حضرتك عملتي معها. تذكري دائما هالشي، وتذكري انه ما كان الاختيار بين امي وستي، الاختيار كان بين الحقيقة بدل الكذب، وأنا أكيد رح أختار الحقيقة. أنت يلي خليتيني أخذ هذا القرار. أمشوا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.